السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. وصفة اليوم رائعة لبشرة الوجه والعنق، يعني اي حاجة ناقصة في البشرة ديالتنا الا وكاينة في هاد المكونات هذه، خاصة للتجاعيد، خاصة لنضارة البشرة، خاصة لجمال البشرة. الجمال كيكون غير في الطبيعة، الجمال تيكون غير في الخضرة اللي عندنا، يعني في المطبخ ديالنا كاين جمالنا، كاين جمال بشرتنا، جمال شعرنا، جمال يعني كل شيء، كل شيء رشاقتنا، كل شيء كل شيء كاين عندنا في المطبخ ديالنا، خاصنا غير كيفاش نعملوه، كيفاش نتعاملوا معاه، كيفاش نحطوه ومكون مع مكون باش يعطينا شي حاجة نافعة ماشي مضرة. اليوم عندنا واحد الوصفه قلت لكم فيها كل شيء، فيها التجاعيد، فيها النضاره، تبييض البشره، ازاله البقع، زوينه بزاف. خليكم معايا باش نعطيكم مساج ديال رفع الحواجب، ديال رفع الحواجب وديال هاد التجاعيد اللي عندنا في الجبهه ديالتنا، يعني بقاو معايا في الاخر ونعطيه لكم. اليوم الوصفه ديالنا كنحتاجوا فيها البطاطا. عندي بطاطا حكيتها هنا، حكيتها باش جبت كل شيء واجد باش ما نطولش عليكم. حكيتها هيا، عندي محكوكه هنايا، شتيها؟ هيا عندي محكوكه. الوغ بطاطا وحده محكوكه شديت انايا، فرقتها على النص، حيت غادي ناخذ هذه وهذا النص، هذا غنحتاج الماء ديالو. الماء ديالو غناخذو، غندير شديت طريفات البطاطا عاوتاني، شفتيهم قطعتهم ودرتهم في ماء الورد. ها هو عندي ماء الورد هنايا، رقدتهم في ماء الورد وفي هذاك الماء ديال البطاطا، شفتي؟ في ماء الورد وماء البطاطا. نرجع لعندكم بمثال الاداب. كيف قلت لكم عندي هنايا ماء الورد، بطاطا دواور، وعصرت عليها ديك البطاطا، النص ديال البطاطا اللي حكيت. الوغ هنايا عندنا دابا من جهه عندنا بطاطا مقطعه دواور مرقده في ماء الورد وماء البطاطا محكوكه، كنشرح بالتفصيل باش كلشي يعرف. وعندي هنايا بطاطا محكوكه عاديه بقشورها، بقشورها غادي نزيد عليها المايزينا، يعني دقيق الذره، المايزينا نزيد عليها ملعقه ديال المايزينا، ملعقه صغيره، وغادي نزيد عليها السر ديال هاد الوصفه هو زيت جوز الهند، زيت جوز الهند. تقريبا هذه نص ملعقه، غادي نخلط الخليط، رائعه بزاف 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 للبشره. واي وصفه عطيتها لكم البنات جربوها واتحدى كل وحده اتحدى انني قلت ديك القضيه راه كاينه، راه كاينه صافي، يعني انا مجرباها ومجرباها ومجرباها. هذه حتى هي نتيجتها فوريه، غتشوفوا الفرق ديك الساعه. غنحطها على وجهي باش نحزم راسي في الدره ونجي عندكم، كنحطها على وجهي. الخليط فيه بطاطا محكوكه بالماء ديالها، الماء ديالها، وفيه المايزينا، وفيه زيت جوز الهند. وصفة رائعة،
ممكن نعمر حتى العنق ديالي. هاد الوصفه واخا ديريها للهالات تحت العين ماشي مشكل، هي اصلا مفيده. لا هذا الشكل هذا كشتو غادي تبقى عندنا، غادي تبقى 20 دقيقة في الوجه ديالنا وفي العنق ديالنا. طبعا غتبقى هاد الوصفة 20 دقيقة، من بعد كنحيدها، كنحيدها كندير واحد مساج بالبطاطا اللي هي عندي مرقدة في الماء الورد وماء البطاطا محكوكة ومعصرة. فهمتوا كيفاش؟ غادي نزولها انا دابا بالزربه. حيت خاصني نوريكم ما يمكنش غنخليها. دي كناخذ شريحه وكنبدا ندير بها المساج ديالي. كذلك هنا الجهة الأخرى قلب البطاطا. وصفة رائعة بزاف. حاول ندير لكم من بعد كتغسلوا وجهكم، كتغسلوه بالماء بارد عادي، وكتدهني يدك بزيت جوز الهند بهذه الطريقة. هذه كندهن، كنبدا بالمساج الفوق، وريتكم هنا. دابا غنبداو في هاد البلايص ورفع الحواجب هكا. ها كنبرك هنا شويه هكا وكنطلع. شوفوا معايا، كنجر الفوق عاود كنجر الفوق عاود كنجر الفوق عاود كنجر الفوق كنجر الفوق الفوق. كنشد هاد الصبعان هادو بحال غنقرص، كنشد اللحمه هنا واللحمه هنا، كنلويها بحال غنلويها وندفعها الفوق كذلك هنا بحال غنقرصها. شفتي قرصاها هكذا ونلويها الفوق. كاينه اون اباغاي كدير هاد الحركات هادي، هي ال بي جي كديرها. قرصيها وكطلعيها الفوق، قرصيها وكطلعيها الفوق، كتعاودي الحركات حتى العشرة د المرات مزيانه. كتجي هنا تحت الحاجب، تحت الحاجب وكتجري هكذا تحت الحاجب كتجري. هاد الحركة ديريهم يوميا، شي يوميا ديريهم غتشوفي التجاعيد، مبقاوش الحواجب ترفعو الفوق. كتجي ديري جوج صبعان واخا ما نهضرش. شوفوا معايا راه غادا معاكم غير بشوية، قالوا لي البنات بشوية انا غادا معاكم، ولكن الوقت الوقت ما كنبغيش نفوت لكم 10 دقائق باش ما تملوش. هنايا
شكل دائري كتلة، هنايا شكل دائري، شكل دائري وكتجري عندي. كنشوف عينيا بحال والو، حيت كنقرب الكاميرا عندي هالو، كنبقى بحال كنقرص. شتي هذا كنقرص كنقرص كنقرص، كنجرها هكا كذلك وكنجر. يديروا هاد الحركات زوين بزاف لرفع الحواجب والتجاعيد اللي كتكون هنا، واللي كتكون عندها واحد الحفره هنا. هانتوما كتبرك واحد البركه، كتبقى تجري تبركي وتجري. شوفوا هانتو كنجر هادي هكا، وكندي تحت الحاجب وكنجرها تاني هكا، عاوتاني نجر هكدا كندير تحت الحاجب. نبقى نعاودها حتى 10 ديال المرات، انتوما كتعاودوا. عطيتكم هاد الحركات هادي، ان شاء الله تنفعكم، وديروها كيف ما كنقول لكم. وغتخليوها الزيت كذلك واحد 10 دقائق بحال هكا، وغسلوا وجهكم عادي. الا درتوها الماسك بالليل ممكن تخليو الزيت يبات في الوجه ديالكم، ماشي مشكل. ان شاء الله تعجبكم الوصفات ديالي، وانا رهن اشارتكم اللي بغيتوها نقدمها لكم غنقدمها لكم. اليوم درت لكم رفع الحواجب لان بزاف الناس طلبوها مني، ومازال حركات كثيره غنعطيها لكم شويه بشويه، لان كاين لي زيتاب، كاين بزاف ديال لي سوا، وكل سوا عنده مساج ديالو. كاين المساج ليفتينغ، يعني كل هذا عنده مساج ديالو، كل سوا فيزاج عنده مساج ديالو خاص. بصحتكم وراحتكم، مرحبا بكم في القناه ديالي.